الحكم اللي بعده الإدغام. تقدم تعريف الإدغام. شو تعريف الإدغام؟ إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أو كالثاني يرتفع عنهما المخرج ارتفاعة واحدة. تدغم النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهما حرف من حروف يرملون. يرملون بضم الميم. رمل يرمل بمعنى أسرع في المشي. نعم. وهو قسمان: إدغام بغنة في أعرف يؤمن وين، ممكن بتعرفوها هي، وإدغام بلا غنة في اللامر، وهي الأمثلة. طيب الآن أنا بالنسبة للإدغام الناقص أو هذا الإدغام بغنة، شو بعمل يا إخواني؟ بعد ما بنطق الميم، الميم هذه الميم بنتقل مباشرة لمخرج مين؟ الياء. ويبقى من النون غنتها، ما عاد طرف اللسان يقرع مخرج النون، يعني ما أقول فمن يعمل فمن، ما في فمن، اللسان بطل عمله. بقي من الميم شو؟ غنتها، عفوا من النون، بقي من النون غنتها، والطرف اللساني تحول لمين؟ تحول لياء. انتبهنا كيف؟ فمن فمن فمن. الآن أنتم عم تسمعوا صوتين، صوت خارج من الفم وهو الياء، وصوت خارج من الفتحتي الأنف يعني من الخيشوم وهو الإيه، مع بعض. فمن يا، لما أقول يا هذه الياء تطلع بدون غنة. انتبهنا؟ وضح يا شباب؟ ليش سمينا إدغام ناقص؟ لأن جزء من الحرف الأول وهو النون ما زال موجودا، اللي هو صوت مين؟ الغنة. لو لم يبقى شو بيصير اسمه؟ إدغام كامل. مثل ما قرأ مثلا خلف عن حمزة، شايف شو بيقول؟ فمي يعمل، فمي مي، قراءة ياء مشددة. لكن كل القراء ما عدا وما عدا كمان أبو عثمان الضرير عن دوري الكسائي من طيبة النشر، شو بيقولوا؟ بيقولوا فمي فمي. كثير من إخواننا المبتدئين ما القضية هي مو مدركينها، فشو بيقولوا؟ فمي يعمل فمي، شو عم يجيب؟ عم يجيب ياء خالصة. شو نقص؟ نقص صوت الغنة. يجب أن يكون صوت الغنة وصوت الياء موجودان وبالنسبة نفسها 50% 50%، يعني لا يكون صوت الياء طاغي ولا يكون صوت الغنة طاغي، 50% 50%. كذلك الأمر بالنسبة للواو كما نرى على اللوحة. ميو ها ميو، صوتين في آن واحد، واو من الشفتين وغنة من الخيشوم، 50% 50%. نعم. ميمال، طبعا هنا حولنا النون إلى ميم، فشو صارت؟ ميمال خير من النون، مثل ولن نشرك، طبعا هذا إدغام متماثلين، شيء نكر. نعم. لاحظوا كيف شيء نكر التنوين متتابع متتابع، لأنه شو في بعده؟ إدغام. متى يكون متراكب؟ في الإظهار فقط. طيب الآن الإدغام بغير غنة بالنسبة للنون من لدنه، طبعا لا يبقى من النون شيء، تتحول النون بجزئيها، جزءها اللساني وجزءها إيش؟ الخيشومي، يتحولان إلى لام. ملا ملا، بأسا شديدا من لدنه، ملا مل. لو سديت الأنف يختل الصوت؟ ما يختل الصوت. ليه؟ لأنه ما في شيء عم يخرج من الأنف. ملا لا مشددة. فتنة لهم أيضا شو بتصير؟ فتنة تلا تلا، ما بيبقى من النون شيء. بالنسبة للراء، من ربك من را، هل يبقى من النون شيء؟ كما نرى تقرأ هكذا من را، غفور رحيم، كيف تقرأ؟ هكذا غفور را.
رر ما 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 تحولت النون الى ايش؟ الى راء، وشددت الراء التي بعدها. هذا كله معروف لديكم. طيب، آلية الإدغام بغنة، سبق في بحث مخارج الحروف أن النون نصفان، هذا أخذناه بالدورة الأولى، نصف لساني، هذا النصف يسموه العلماء مكمل. شوف الصوت بيطلع من هون بيصل لوين؟ لو لخلف اللسان. أن قل الآن أن وين عم ينتهي الصوت؟ في الاتجاه الفموي وراء اللسان، خلف اللسان. شايف وين عم انتهى؟ اذا هذا النصف اللسان المكمل، مكمل بوزن مفعل. طيب، والنصف اللي ظهر الان على الشاشه باللون الازرق، هذا شو اسمه؟ النصف الخيشومي، وهو الغنه. هذا النصف المكمل بوزن مفعل، انتبهنا كيف؟ فالغنة مكملة والجزء اللساني مكمل. وضح يا أخواني؟ مجموع هذين الجزئين اللساني والخيشومي يشكل حرف النون، يشكل حرف النون. واضح؟ لا تخلو نون من غنة، قلنا هذا أكثر من مرة. طيب، هذا بالنسبة لأصل النون. بالإدغام شو عم يصير؟ آلية الإدغام بغنة، لما بيكون الإدغام بغنة، والمثال اللي على اللوحة إدغام النون في الياء، فعند الإدغام بغنة يتحول النصف اللساني للنون يعني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون. شوف كيف ارتفع وسط اللسان، ارتفاع وسط اللسان هذا مخرج مين؟ مخرج الياء، والوسط فجيم الشين ياء. شايف؟ بدي يقول فمن يعمل، فمن، شايف؟ طيب، هذا الصوت الفموي، لسه ما طلع بالصورة الصوت الخيشومي. شوف الصورة، نعم، صوت الغنة ظاهرا مطولا مصاحبا لنطق الحرف المدغم، فالسامع يصل إليه كم صوت؟ صوتين، صوت باللون الأحمر عن طريق الفم، وصوت باللون الأزرق عن طريق الخيشوم. وضح يا شباب؟ هذا بالنسبة للياء، ومثلها الواو. طيب، الآن آلية الإدغام بغنة، هي تتمة البحث. فعند الإدغام بغنة يتحول النصف اللساني إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون، ويبقى صوت الغنة ظاهرا مطولا مصاحبا لنطق الحرف المدغم، فإذا وصل القارئ إلى نطق الحرف المدغم فيه اللي هي الياء الثانية انقطع صوت الغنة المطولة كما في اللوحة التالية. شايفين؟ هذه ياء من غير غنة. لما بقول يا فمن يا، لما بقول يا، هذه الياء فيها غنة؟ أيوة. آلية الإدغام بغنة، هذا كمان تصوير ثاني، أن الغنة محصورة بهذا المكان. لاحظ بأن الياء الثانية التي لونت بالأسود ما فيها غنة. الغنة فين؟ في الياء الأولى، زمنها مع الياء الأولى. فمن يا من و، شايف؟ خير مي، الغنة المطولة محصورة في الحرف الأول. تنبيه، هذه اللوحة للتقريب ولا تغني عن المشافهة. طبعا، وضع النون الساكنة بجزئها في حالة الإدغام بنوعين. طيب، هذا كمان الجدول حنعبيه بمعيتكم، بده شوية حضور ذهني. لما بيكون الإدغام بغنة يعني مثل فمية، الجزء اللساني موجود ولا مو موجود؟ شو رأيكم؟ جزء اللساني مدغم، يعني الجزء اللي لما أنا بقول فمن يعمل، أصلها فمن يعمل. شو أصلها؟ فمن يعمل. هذا النصف اللساني تبع فمن بالإدغام موجود ولا مدغم؟ مدغم. طب والخيشومي موجود، مظهرة مطولة. الجزء الخيشومي اللي هو الغنة مظهرة، ومو بس مظهرة، مطولة كمان.
طب الادغام بلا غنه لما بنقول ملا الجزء اللساني حيكون مدغم ولا مظهر؟ مدغم، اليس كذلك؟ طيب، طب والجزء الخيشومي كمان حيكون مدغم صح؟ انتبهنا؟ فالغنه مدغمه مثاله مرة مرة. طيب تنبيه، لا تدغم النون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة. هكذا كانت العرب تفعل، يعني العرب ما تقول الدنيا ولا تقول مثلا صنوان، بل ماذا يقولون؟ الدنيا، مع أنه جاء نون ساكنة وبعدها ياء، لكن باعتبارهم في كلمة واحدة كانت العرب شو تعمل؟ تظهر ذلك. وذلك في، لاحظ أننا قلنا وذلك في ولم نقل وذلك نحو، هي أربع كلمات: صنوان وقنوان والدنيا وإيه كمان؟ وبنيان. أربع كلمات: لا يزال بنيانهم الذي بنوا الدنيا، صنوان، قنوان. تنبيه، لا يدغم حفص عن عاصم من طريق الشاطبية النون في الواو حالة الوصل من كلمتي ياسين والقرآن. بالنسبة لحفص من طريق الشاطبية، ياسين ما آخر حرف فيها؟ والقرآن ما أول حرف فيها؟ حفص عن عاصم من طريق الشاطبية يقول ياسين والقرآن، فيظهر إيش؟ النون. نون والقلم، فيظهر النون. علامة الإدغام الكامل للنون الساكنة هي إيش؟ تجريد النون من السكون مع تشديد الحرف التالي. هذا علامة مين؟ الإدغام الكامل. شايفين؟ ولن نشرك، النون الأولى ما عليها شيء والثانية شو عليها؟ شدة. مما، النون ما عليها شيء والميم شو عليها؟ شدة. ملا، النون ما عليها شيء واللام شو عليها؟ شدة. مرة، النون ما عليها شيء والراء عليها شدة. علامة الإدغام الكامل للتنوين كما نرى في هذه الحروف الأربعة اللي هي النون والميم واللام والراء، تتابع الحركتين، تتابع الحركتين، حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين. هكذا، شوف ضمتين جنب بعض، فتحتين جنب بعض، كسرتين جنب بعض، متتاليتين أو متتابعتين مع تشديد الحرف التالي. شوف شيء نكر، التنوين متتابع والنون مشددة. خير من، التنوين متتابع والميم مشددة. خير لكم، التنوين متتابع ولا مشددة. غفور رحيم، التنوين متتابع والراء مشددة. علامة الإدغام الناقص يكون ذلك في الواو والياء، تجريد النون مع عدم التشديد. هذا بيشبه مين؟ بيشبه الإخفاء. قلنا الإدغام الناقص والإخفاء يجرد النون من الحركة والميم ولا يشدد الحرف الآتي. شايف؟ ميوة، ميوة، النون ما عليها شيء والواو ما عليها شدة. فمية، النون ما عليها سكون والياء ليس عليها شدة. علامة الإدغام الناقص للتنوين تتابع الحركتين مع عدم التشديد. شوف سينة ولا، التنوين متتابع والواو ما عليها شدة. شيء وكيل، التنوين متتابع والواو ما عليها شدة. بالنسبة للياء وجوه، التنوين متتابع والياء ما عليها شدة. خيرا يرى، التنوين متتابع والياء ما عليها شدة. هذا هو مبحث الإدغام. نأخذ نصف دقيقة قبل أن نتكلم عن القلب والإخفاء إن شاء الله.